صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما رأيكم بتفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أضواء البيان، وكيف الاستفادة من هذا التفسير؟ تفسير جيد وتفسير مفيد جدا، لكن لطلبة العلم المتمكنين، للعلماء طلبة العلم المتمكنين، أما المبتدئين فلا يستفيدون منه، لأنه مبني على قواعد أصولية وعلى استدلال، درجات الاستدلال، وهذا لا ينتفع به إلا العالم أو طالب العلم المتمكن. نعم.